هكذا هي الأجواء قبل ساعة عن رفع أذان المغرب في خيمة المرحبة بساحة الكيطاني. المتطوعون انطلقوا في الإعداد لأزيد من 1500 وجبة لفائدة المحتاجين وعابري السبيل، كما يتم التحضير لأكثر من 400 وجبة يتم توصيلها لمنازل بعض العائلات المحتاجة. خيمة المرحبة تستقبل عدة شرائح من المجتمع الجزائري، عندنا عائلات نستقبلهم يوميا هنايا، تلقى العائلة كاملة، يقدروا يكونوا من عابري السبيل كما يقدروا الناس اللي راهي تسكن في المناطق القريبة ويجوا يستفادوا معنا من إفطار الصائم هنايا. الإقبال تاع العائلات هنايا يومي والله يبارك. واش الحاجه اللي لاحظناها هاد الاسبوعين الاخيرين للشهر الكريم، انه هاد الجهه رانا مخصصينها للعائلات امتلأت وزدنا الطاولات والكراسي. كل الشروط من اجل افطار مريح تم توفيرها، فالتنظيم محكم والمهام وزعت بشكل جيد، الامر الذي سمح بخلق اجواء مميزه سمتها التكافل والتضامن بين كل اطياف المجتمع. نبداو الصباح بالتحضيرات، طبق الشوربه نبداو به، كي نكملوه نجوزو للتحضيرات تاع الطبق الثاني، بيان سور طبق ثاني كما الاطباق الجزائريه التقليديه كما نديرو في الدار نديرو هنايا. حتى الجويه قلت لك الخمسه للخمسه ونص نونباليو الاكولات تاعنا يطلعوهم لهاد الخيمه، موراها نغلقوا الكوزينه تاعنا ونطلعوا معاهم نكملوا هنايا نسربيو للناس، نوجدوا هكذا التحضير تاع الاطباق ونفطروا صائمين. والله يا اخو غير نعمه ما شاء الله، مام لي جان هنا لا سيكيريتي كلش، باش دي فوا تجيب لا فامي لا وقت السمانه اللي فاتت جبت فاميليا على كل حال فطروا معايا هنا يا منا، والله غير نعمه غير ما شاء الله يا. هذه خيمه تشمل يعني العائلات من جميع الطبقات، ولهذا نطلب من جميع الناس يعني اللي يحب يلتحق او يشارك الناس فرحتهم او افطارهم يعني مرحبا به في الخيمه العملاقه. في الشهر الكريم ما كان لأهل البر والإحسان إلا الالتفاف حول هكذا مبادرات في مشاهد ترسخ قيم ديننا وتحافظ على عادات وتقاليد مجتمعنا وتزيد من مظاهر التكافل والتضامن الاجتماعي.